كيفاش دير دراهم دراهم من الانترنت 2400؟ لماذا ما دخلش 200 جنيه في الشهر؟ ما دخلش حتى سريع ومضبوط ولا ما دير حتى مجهود من الفيديو من راس مال كبير واحد ودار فيديو راه فاهم تقدر كاين الناس مازالوا هي لازم هي لازم عندك 16 تدخلش تدخل الانترنت غادي تكمل حياتك كامله كامله في حياتك كامله فقير حياتك كامله فقير كامله فقير كامله حياتك كامله فقير. تما راه خاصك دير دراهم من الانترنت ياك؟ او تا شكون ومين خرجت كيفاش تارك؟ انا ما تحوسش عليا مين خرجت، انا انسان عادي كيفي كيفك، ولكن نشوف الامور بالطريقه الصحيحه. وكي شفتك انت مغبون وباغي دير دراهم من الانترنت حتى وليت تشوفها كوشمار في منامك قررت نجي نعاونك. وهذا امر طبيعي لانه انا راني جيل صغير ورانا في عصر الانترنت وراني نشوف الناس دائما تسافر ودايره منها دراهم، دونك راني باغي ندير كيفهم بصح ما عارفش كيفاش. على بالي كيفاش راك تخمم وعلى بالي بلي راهي مشبكه في راسك، بصح ما تخافش اليوم غادي نفهمك من الاول حتى التالي كيفاش راهم يديروا الدراهم من الانترنت وكيفاش راهم يستغلوا اللي حاجه. قول لي شحال في عمرك انت؟ انا راه في عمري 30 عام. لا ما رانيش على اللاج، راني على العقليه تاعك. ايوا ما نكذبش عليك، خطره ندير واحد الصوالح حتى واحد في عمره 16 عام. ايوا يستغلوا الناس اللي كيما انت باش يديروا بهم الدراهم. كل يوم كاين شخص او اخر يربح عن طريق بيع الوهم او بيع الاحلام، والشخص اللي يشري الوهم امواله الحقيقيه يفقد مكانه ويطيح من سلم سباق الفئران. هذا المصطلح اللي هو سباق الفئران يشبه به ذاك الانسان اللي كافح ويحاول يدير مال اكثر بالفأر اللي يدور في العجله الشهيره، حيث دائما يبقى يدور بلا ما يتوقف وبلا فائده وبلا ما يعرف الهدف اللي راه يدور على جاله، وكل ما يدور بسرعه كبيره وهو في نيته راح يوصل للنهايه هذيك العجله تزيد تدور بسرعه اكبر وتخليه دائما يبقى في هذاك البروسيس الى ما لا نهايه. هذا التشبيه كان لايصال الفكره الاولى فقط. واش يعني الحلم؟ الحلم هو شيء يتمناه الانسان في الحياه، وهو الرغبه انك تعيش الحياه بسعاده او بجوده افضل. وبمعنى اخر الحلم هو امل كل شخص يائس انه يبقى على قيد الحياه. ولكن واش علاقه الحلم بموضوعنا اليوم؟ واش هي المشكله الاساسيه؟ المشكله انه من يطيح الانسان البسيط اللي يحلم بحياه افضل في يد خبراء النصب على الانترنت. هذه الفئه من الناس تلقاهم غالبا مختصين في مجال البيزنس ويقدموا محتوى على هذا المجال. اوكي، فكره انك يكون عندك بيزنس ومشروعك الخاص وتولي رائد اعمال هي في حد ذاتها فكره مليحه وعندها بزاف ايجابيات، ولكن انه يروجوا لك افكار ويقولوا لك اذا شريت علينا دوره او اشتركت في الجروب الفي اي بي راح تصبح انسان ناجح ويقول لي عندك دخل كبير، ولكن في الاخير يقول لك خاصك تخدم بجهد كبير. اذا كان هذا هو التحفيز اللي يمدوه للناس وفي نفس الوقت يطلبوا منهم يعملوا بجهد اكبر، واش هو السبب اللي يخلي الناس تدفع لهم المال مقابل طريقه سهله باش تدخلهم في سباق الفئران؟ بديتوا تفهموا شويه؟ بكل بساطه كما بعض الجامعات الاجنبيه اللي يروجوا لهم بعض الوكالات والعملاء باش يستقبلوا اكبر عدد من الطلاب، وهذا الطلاب الهدف الوحيد تاعهم انه يكون عندهم علم متقدم. ولكن في الحقيقه هذه الجامعات يدفعوا للوكالات باش هما يروجوا الفكره للطلاب، اذا تخرجوا من هذه الجامعات راح تكون عندهم الحريه الماليه. ولكن الامر اللي يجهلوه هو انه هذه الفكره كامله تاع الجامعه او المعهد مبنيه باش تدي المال من عند الطلاب. راني حاس انه الفكره بدات توصلكم شويه، وبالك ما راحش تسالني وتقول كيفاش، ولكن انا راح نجاوب. الغلطه ماشي هنا، الغلطه هي انه كيفاش يدخلوا اموال عن طريق بيع
الوهم لإنسان مسكين داير شوية أمل أنه راح يغير من جودة حياته للأحسن. يعني الطريقة الوحيدة اللي تدير بها المال هي تديه من عند إنسان من الطبقة المتوسطة أو تحت المتوسطة بعد ما أثرت عليه وبعت له الوهم. هل هذه هي الطريقة الصحيحة اللي تخلينا نكون ناجحين ويكون عندنا مال كبير؟ الانترنت اليوم أصبح مكان معمر بهذا النوع من الناس، وين الوهم ينشر وينبع بالمال الحقيقي، وين مطبقين تأثير روبن هود العكسي، يعني في عود ما يدوا من عند الغني ويزيدوا في الفقير، هما يدوا الأموال من عند الفقير ويوكلوا بهم الغني. كما الريل الأخير اللي درته في الانستغرام على هاد الناس اللي بيعوا الوهم كان عنده تأثير كبير ووصلت الرسالة للناس، ولكن كاين فئة كبيرة ما فهموش عليها، راني ندير في هذا الفيديو مفصل على اليوتيوب. سو الفيديو هذاك وصل عند الناس اللي بيعوا الوهم وحسوا شوية بالإزعاج وراحوا يجروا باش يديروا فيديوهات ويقولوا احنا عدنا مصداقية وحنا عمرنا ما بعنا الوهم الإنسان ورانا نتعبوا باش نوفركم المعلومات وإلى آخره. أوكي، السؤال هو علاش بعد الفيديو تاعي وليت نشوف هذا النوع من الفيديوهات؟ ياك غير قبلها كانوا يحكوا على مواضيع أخرى، وكانوا يحكوا على كيفاش كانوا صغار وكانوا فقراء وكانوا يعانوا وكبروا ولقاو هذه المعلومات السرية اللي ما يملكها حتى إنسان آخر على وجه الأرض، واللي خرجتهم الفقر ودارت لهم ثروة كبيرة حتى ولاو يديروا مليار في الشهر. أوكي، هنا راح نديروا نقطة توضيحية باش ما نظلموا حتى جهة. فكرة أنك تبيع معلومات أو طريقة عملية هي فكرة عادية وأي واحد يقدر يشريها، ولكن مشي أي واحد يقدر يبيعها. مثلا أنا بغيت نشري دورة تاع تجارة إلكترونية بازيك من كيفاش تفتح حساب إلى تحقيق أول طلبي. المشكلة هنا هو أنه اللي يبيع ما يحكي لكش على المشاكل اللي راح تواجه، هو يوهم لك أنه راح يبيع لك الحل تاع كل المشاكل ويخليك تحس أنه راح عندها السر تاع النجاح، ولكن كي تشريها تكتشف أنه ما كان حتى سر. كما هذا التعليق شفته عند واحد يبيع الدورات، الزبون هذا قال له راني شريت عليك وما كملتهاش بصح ما فيها حتى جديد. هذا الأخ مسكين شرى الوهم وكان في اعتقاده أنه شرى السر، ولكن السر الحقيقي هو أنك تبدأ وتتعلم وتبذل مجهود وتصرف أموال وتواجه عقبات ومشاكل حتى تكتسب الخبرة اللي تخليك تمارس هذا المجال بعقلانية. هذا هو السر. مثال، أنا نقدم لك 1000 فيديو فيه كيفاش تتعلم سباحة وتولي سباح أولمبي وانت عمرك ما راح تجرب وعمرك ما راح تشرب الماء وعمرك ما راح تغرق. قولي هنا كيفاش رايح تتعلم السباحة؟ مستحيل، لو ما تجربش السباحة وتشرب الماء وعمرك ما راح تتعلمها. أما أنك تتأثر بتجربة شخصية إنسان آخر، تبدأ تتخيل في نفسك أنه المراحل اللي فات عليهم هو راح يفوتوا عليك أنت وتوصل للنتيجة اللي وصلها هو، هذا خطأ، هذا يبقى غير خيال وتأثير تاع السوشيال ميديا. تخيلوا معايا كاين الناس حاليا راهم يشروا دورات ويدخلوا في VIP جروب غير من باب الفضول وعمرهم ما عملوا بهم، وعلاش؟ لأنه في الواقع ما عندهمش نفس المؤهلات اللي عند الشخص اللي تأثروا به. وعلاش قلت ماشي كل واحد يقدر يبيع الوهم؟ لأنه اللي يبيع الوهم واجب عليه يكذب ويزيد عليها، واجب عليه يوريك المال، واجب عليه يوريك أنه عايش حياة أفضل من حياتك، واجب عليه يبين لك أنه هو أفضل منك وأنت فقير وهو غني، يعني يوريك كل حاجة تغذيك بصريا وتحرك لك المشاعر تاعك ويخليك تحس إذا ضيعت هذه الفرصة راح تكمل حياتك فقير.